ترترا باتا ترترا مع نهير مدحت مع نهير مدحت مع نهير مدحت يومياتي مساء الخير على حسب الوقت اللي بتكوني فيه. معاكم نهير. النهارده هنعمل مع بعض توست القمر ده، توست الرز للناس اللي عندهم حساسيات. توست مش مكلف واقتصادي جدا، وينفع يعني اللي هو على سبيل التجربة لو حد عادي ان هو يعمله ويحمصه هيبقى طعمه حلو قوي، يعني ينفع برضو للناس العاديين، وسعراته حلوة جدا علشان الناس اللي بتعمل أنظمة متوازنة. الرز يعني عالي البروتين وفري جلوتين، فهيكون مفيد جدا. يلا بينا ما نطولش ونشوف هنعمل ايه. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم على البطل بتاعنا النهاردة. البطل بتاعنا الرز، او بالاحرى دقيق الرز. ليه دقيق الرز؟ عشان هو عالي البروتين وخالي من الجلوتين، مناسب للناس اللي عندهم حساسية قلب او اللي هو السيليلاك. لطيف جدا، حلو للناس اللي عايزة تخفض سعراتها. نفس السعرات بتاعه 366 زيه زي شوفان، ونبقى خرجنا من نطاق القمح. لطيف وظريف ومتوفر. في بعض البلاد ما بيبقاش موجود فيها دقيق الرز، او في الاقاليم عندنا في مصر برضو ما فيش قوي. البديل بتاعهم نفس المعيار بتاع الدقيق، هاخده رز وهنقعه مية مغلية لمدة ساعتين او ثلاثة، وبعد كده هو هحط معيار المية واضربهم في الخلاط. تمام، بس انا بحب ان انا استخدم دقيق رز، هو بالنسبة لي متوفر عندي، وفي نفس الوقت يعني انا شايفة ان درجة الطحن بتاعته بتبقى افضل من ما نعمل في الخلاط. دي حاجة. حاجة كمان، طالما الحاجة متاحة انا يعني استعملها، مش لازم ان انا اغلب نفسي وان انا اعمل انقع واعمل، هي خطوة واحدة. تمام، يلا بينا نبدأ ونشوف المقادير بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف المقادير بالتفصيل. معايا 250 جرام دقيق رز، قصادهم يعني كوبايتين، قصادهم كوباية واحدة مية، معلقتين زيت زيتون، معلقة عسل نحل، معلقة معيارية خميرة جافة فورية، ومعلقة ملح. ممكن نستخدم اي نوع خمائر. الفرق ما بين الخميرة الجافة الفورية والخميرة الجافة، بس الجافة الفورية ما بتحتاجش ان انا اروح عاملة لها التست بتاع واسيبها تخمر والجو ده، ما بتحتاجش كل ده خالص. هو احنا بنشتغل ايه على طول. تمام، اظن ما فيش اسهل ولا ابسط من كده هو. لكن ان انا لو هستعمل خميرة جافة فقط لازم ان انا اتعامل معها كالمعتاد، اللي هو بنخمرها، وبعد ما بنخمرها نبدأ ان احنا نضيفها على المواد الجافة. تمام كده، يلا بينا نبدأ. ابدأ ان انا امسك الخميرة بتاعتي واضيفها، نفس الشيء الملح، اقلب. طبعا استغليت ان انا كده كده معايا عسل، فهقلب بالبتاعة بتاعت العسل. تمام، هضيف العسل على المية. ناخد بالنا من حتة حاجة انا دايما بأكد لكم عليها في اي وصفة فيها عسل، ما ينفعش ان انا استخدم حاجة معدن، انا كده بفقد القيمة الغذائية بتاعة العسل. يستخدم حاجة خشب يا اما استخدم حاجة بلاستيك، لكن حاجة معدن انا بفقد القيمة الغذائية بتاعة العسل. نقلب كويس. هبدأ ان انا اضيف المية تدريج واقلب. ونكمل بقية المية بتاعتنا ونقلب كويس.
مجرد بس ان احنا ايه بنخفقهم كويس، نجيب من فوق ولتحت لحال دم كله يتجانس. شايفين القوام بتاعنا؟ مش عجين، تمام، سائل، وهو مش هيكون اكتر من كده. هبدأ ان انا انزل بمعلقتين الزيت بتوعي، اللي هو معلقة لكل كوب ارز، تمام، وهقلب كويس. كده تجانس كله، شايفين مرة تانية القوام شكله ايه. هنبدأ ان احنا نجيب القلب اللي هنخبز فيه او الصينية اللي هنخبز فيها، احنا احرار هنخبزه في الحاجة اللي احنا عايزينها، ما نقيدش نفسنا. نجيب قلب اللي هو الكرافت، نجيب قلب ألمنيوم، نجيب عندنا قلب في البيت، عندنا صينية ألمنيوم صغيرة نخبز فيها، تمام. المهم ان انا الحاجة اللي انا هخبز فيها يبقى هو فيها مقدار التلتين عشان ياخد فرصة ان هو يخمر. طبعا انا بسيبه، يعني انا مش هخمره في البولة دي، انا هخمره في القالب ذات نفسه. ليه؟ لان طبعا يعني انا الكمية كانت صغيرة بالنسبة لي، ما عملتش حساب للتخمر، فانا القالب هيديني فرصة اكتر. انتوا ممكن تبقوا تخمروا البولة وتسيبوها تتخمر فيها. جبت القالب بتاعي ورشيته بالنوستك سبراي، و هبدا بس ان انا هوزعه. طبعا ممكن نعمل باي ماده دهنيه. وهبدا ان انا انزل بالكميه بتاعتي، شايفين، باكد تاني على القوام. القوام مش هيكون زي اللي بالدقيق، لان ده فري جلوتين، ده شيء تاني خالص. وهو هنسيبهم بقى يخمر شوية كده، نريحه كده هوت ايه 10 دقايق لحد ما يخمر تماما ونرجع له. ده الشكل بتاعي بعد ما اتخمر. انا سبته تقريبا ربع ساعة، هدخله الفرن. انا من نفس التوقيت اللي هو الربع ساعة انا كنت مولعة الفرن، ندخله الفرن ونشوفه بعد ما يستوي. بصوا كده، هو قعد في الفرن بالظبط كده هو 40 دقيقة، ومن 35 بدأت ان انا انا الحرارة عندي واطية، فبدأت ان انا اولع الشواية. لو انتوا الشواية بتاعتكم حامية وما بتاخدش غير نص دقيقة، طبعا الوضع بيكون مختلف تمام. هقلب لكم التوست، شايفين بقى متحمر ازاي. اعملوا نفسكم بقى مش واخدين بالكم من الحتة اللي لزقت دي، شايفين طري جدا. عايزة اقطع لكم سلايس. شايفين طري. طبعا احنا لازم ان احنا نقطع سلايس ارفع من كده هوت، ماشي، ويستخدم بقى كتوست عادي. شايفين المنظر بتاعهم؟ طبعا هو ده مناسب اكتر شيء للحساسيات طبعا، والحاجات اللي هي الفري جلوتين ما بتبقاش عالية، عشان برضو ممكن بقى ان احنا نحط مربى كده ونفردها. مش عايزين نقول اجبان علشان يبقى مناسب اكتر للناس بتوع الحساسيات. ده الشكل النهائي بتاعنا بتاع التوست، وزي ما وريته لكم شايفين هو طري ازاي وجميل. سهل وبسيط ومش مكلكع، يعني ده اميز ما فيه ان هو مش مكلكع، مكوناته متوفره. الوصفه بتاعتنا انتهت. طبعا احنا عندنا كل هسيب لكم السعرات في صندوق الوصف وهحطها لكم في المونتاج فوق. هو كده كده هوت، يعني السعرات بتاعته كل كوباية ب366 بالاضافة لمعلقتين الزيت. معلقتين الزيت هيبقوا كل معلقة ب120، يعني 240 و360 و360. هنجمعهم بقى بعدين عشان انا مش شاطر في الحساب، بعدين هحطهم لكم في المونتاج. الوصفة بتاعتنا انتهت، وزي كل مرة
احنا كنا بنعمل اكل صحي بكافة اشكاله للحساسيات وللصيامات وللنباتيين ولو كارب وكيتو وللانظمة المتوازنة ولأي حد بيحافظ على صحته او بيلعب رياضة او عنده سكر او اي مرض مناعي. تابعونا كل مرة هتلاقوا فيه حاجة جديدة. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش لايك اند شير ورشحوني لكل اصحابكم اللي بيهتموا بالحياة الصحية بوجه عام وبيحافظوا على صحتهم، واستنوني المرة الجاية مع وصفة جديدة. يلا باي.